لو حد حاول يضربك بالسكينة على جنب الرقبة بالشكل ده، خليك معايا عشان نعرف اتخلص منها ازاي بكل سهولة. ايدك اليمين هتمسك من عند عضلة الريست من هنا اهو، او اي مكان من المنطقة دي لحد مفصل الريست. المسافة دي تمسك، ممكن تمسك من اي مكان منها. والايد الشمال لازم يكون الكف طالع على بره بالشكل ده. بايد اليمين هتمسك من هنا اهو، وايدك الشمال ما بتمسكش من هنا، عشان انت كده ايه هتكون في وضع صعب ان انت تمسك فيه. فدايما الصوابع تكون باينه عشان ايه ايدك تمسك وهي مرتاحه. بعد كده بتبدا تلف، ايدك الشمال بتلف اهو، وايدك اليمين ماسكه زي ما هي. مسكت انت كده اهو، ايدك اليمين ثابت من هنا اهو، فبتعمل ضغط هنا اهو على مفصل الريست بالشكل ده، وتضغط عليه هينزل معاك الارض، لان لو ما نزلش انت كده هتكسر له مفصل الريست. ناخد الحركه بشكل سريع مع بعض. هو دلوقتي ماسك السكينة وهيضربك على الجنب هنا أو على جنب الرقبة بالشكل ده بشكل سريع أهو، كل سهولة من غير خوف ولا تردد. خليك واثق من نفسك أهو. إيدي طالعة لبره بالشكل ده، إيدي الشمال والإيد اليمين ماسكة من هنا، عشان العامل كله أو عامل الصد كله هيكون على إيدك اليمين. إيدك الشمال دي بتبدأ تلف دراعه بالشكل ده، ايد اليمين خلاص خلصت هنا اهو، هتسيب من هنا وهتيجي تعمل ضغط على مفصل الريست وهو بالشكل ده. انا ما جيتش جنب السكينه خالص، انا ماسك القبضه بتاعته، ماليش دعوه بالسكينه. الجزء ده انا ما بجيش جنبه خالص. في كل الحالات بضغط على مفصل الريست من هنا اهو، فانا الالم اللي انا بسببه له على مفصل الريست بيضطر غصب عنه ان هو ينزل. وممكن تثبت السكينه على اي مكان من هنا، او عايز تاخد السكينه بتاخدها لتحت ومن ظهر السكينه وبتضغط عليها لتحت اهو، هتطلع معاك بالاتجاه ده.